أهلا وسهلا بكم مرة تانية في لقائنا الأسبوعي. النهاردة موضوعنا هيكون مختلف شوية عن المرة اللي فاتت. النهاردة هنتكلم عن مقام من مقامات الموسيقى العربية. يعني إيه مقام؟ يعني سلم. لو فاكرين سلم دو ميجور وسلم دو ماينر أو أي سلم ميجور أو ماينر، نفس الكلام عندنا في الموسيقى العربية في المقامات اللي هي بتقابل بالظبط السلالم في الموسيقى الغربية. مقام الكرد من المقامات الجميلة جدا جدا، ومن المقامات اللي ليها يعني عايز أقول قريبة جدا مننا كمصريين وكعرب بشكل خاص جدا. هنلاقي إن في أغاني كتيرة قوي قوي محبوبة ومعروفة لينا كلنا هي معمولة من مقام الكرد. يلا طيب خلينا نغني كلنا كده مقام الكرد مع بعض. أول مرة هقوله أنا وحاولوا تقولوا معايا، والمرة التانية هنعزف بس معاكم بالبيانو بس وإنتوا هتغنوا. أوكي يلا بينا. لا 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 عشان نقرب من الموضوع شوية وعلشان نحس أكتر بمقام الكرد، خلونا نغني أول 4 نغمات في مقام الكرد. قول معايا لا 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 غنوة من الأغاني المعروفة جدا جدا لينا ومحبوبة لينا كلنا، غنوة أحن قلب. أعتقد في كتير جدا أو معظمنا عارفين الأغنية دي، هي من مقام الكرد. وخلونا نغني مع بعض كده ونشوف مقام الكرد إزاي ممكن نغني فيه غنوة من الأغاني المحبوبة لينا كلنا. أحن قلبي في الدنيا قلبك أنت هنسمع غنوة أحن قلب ونغنيها كلنا إن شاء الله. يعني شكرا جدا جدا ليكم، مبسوط إني كنت معاكم النهاردة وإننا غنينا مع بعض. أشوفكم المرة الجاية على خير، شكرا ليكم.